معكم ناندا محمد وانتو عم تسمعوني ببرنامج من بعيد لبعيد على راديو معزول. لبعيد. سعيدة كتير إنه رح نبلش اليوم أول حلقة من حلقات برنامجنا من بعيد لبعيد. ببرنامجنا رح نزور فنانين مختلفين شوي عن بعض بس كلهم قاعدين ببيوتهم. رح ندردش معهم بس من بعيد لبعيد. بأول حلقة رح أستضيف فنان مهم مميز جدا، مخرج وكاتب مسرحي مصري، يعتبر من أهم المسرحيين المصريين المستقلين المعاصرين، مؤسس ومدير فرقة المعبد المستقلة واستوديو عماد الدين، المدير الفني لمهرجان ديكاف الدولي يلي هو من أهم مهرجانات الفنون المعاصرة بالوطن العربي، حصل على التقدير والجوائز من قبل عدة مؤسسات دولية. اختير عام 2005 ضمن قائمة مجلة نيوزويك الأمريكية بنسختها العربية لأكثر 42 شخصية ألهمت العالم العربي من أجل التغيير. قدر أنه ينقل تجربته من مصر للعالم عبر العديد من عروضه المسرحية اللي شاركت بأهم مهرجانات مسرحية حول العالم، مثل مشاركته لمرتين بالقائمة الرسمية لمهرجان أفينيون الفرنسي ومهرجان الخليج بباريس، كينيدي سنتر بواشنطن، وعشرات المهرجانات الدولية والمراكز الفنية المهمة حول العالم. المخرج والكاتب أحمد العطار، مرحبا. الحقيقة الكلام عنك ما بيخلص يا أحمد. شكرا على المقدمة الجميلة. انا حابة نبتدي حديثنا اذا ما عندك مشكلة من الطفولة بهيك، يعني تحكي لنا شوي كيف كانت طفولتك ولأي مدى لها تأثير برأيك بشخصيتك الفنية اللي تكونت بعدين. طفولة بعيد كتير. هو ان احنا برنامجنا اسمه من بعيد لبعيد، بنروح بعيد قوي بقى. لا انا طفولتي يعني طفولة عادية طبعا، اكيد طفولتي اثرت على شغلي بعد كده، بالذات ان انا نشأت في القاهرة، في مدينة القاهرة، في حي من احياء القاهرة الطبقة المتوسطة اللي هو حي الدقي، وبعد الوقت كنت بلدنا مع وكانت نشأتي نشأة مع الطبقة المتوسطة المصرية اللي كانت بعيدها موجودة او لسه موجودة في مصر. فالقاهرة ليها تأثير كبير عليا، يعني مدينة، هي مدينة قاهرة فعلا، مدينة بتترك أثر على الأشخاص اللي بيعيشوا فيها لفترات، حتى لو فترات صغيرة. أنا نشأت طول عمري في المدينة، فكانت ليها تأثير عليا في علاقتي بالفراغ، علاقتي بالأشخاص، بالمجتمع. كمان اعتقد ان حاجه من الحاجات المهمه هي علاقتي بالاب او بوالدي، كان ليها تاثير كبير عليا في تكوين تجربتي الفنيه، لانه انا يعني عشت صراع، ممكن في ناس كثيره في العالم العربي بيعيشوا الصراع ده، الصراع مع سلطه الاب، السلطه اللي هي تقريبا شبه الهيه لفترات كثيرة من حياتي، فترات المراهقة أكيد وما بعد ذلك ولحد النهاية، يعني لحد ما توفى والدي من كام سنة، كان في دايما عنصر من عناصر الصراع مع هذه السلطة. وبالنسبة لي كانت صراع السلطة ده أعتقد بيمثل خط أساسي في شغلي المسرحي في الكباتي، ودايما مهتم بأن أنا أوري ديناميكيات السلطة والتحكم ما بين الأفراد داخل العائلة وما بين الأب كسلطة مطلقة. بس كل النيونسز أو كل يعني الموضوع عمره ما كان بيبقى أبيض وأسود، هو دايما في درجات كثيرة، وأنا دايما بحاول أظهر الدرجات دي، لأن بالنسبة لي علاقة الأب بالذات في المجتمع العربي، السلطة الذكورية الأبوية، هي انعكاس تام ل كل العلاقات اللي موجودة في المجتمع، علاقة سياسية، سلطة سياسية، سلطة في العمل، في أي مجال. هي يعني علاقة الأب دي هي عبارة عن شكل مصغر
ازاي السلطه بتتداول في وطننا العربي. فاعتقد ان ده كان اكبر تاثير يعني عليا. اعتقد برضو كان حاجه مؤثره عليا هي وضع المراه يعني بالنسبه لوالدتي في المجتمع, وازاي برضو علاقتها بالسلطه دي, وازاي هي كانت بتعرف توفق اوضاعها في وجود السلطه دي. ودي برضو حاجة من الحاجات اللي أنا كنت مهتم جدا أن أنا أغيرها أو أشتغل عليها بدرجة متفاوتة في شغلي. أنت هلأ بهالكلام الحقيقة فتحت مجال لسؤالي الثاني اللي كنت بدي أسألك يا, لأنه مثل ما أنت عم تحكي أنت عندك بمسرحياتك اهتمام وبحث كتير عميق وكبير بالعائلة المصرية وتشابك العلاقات فيها, بس برأيك هذا البحث فتح لك آفاق فنية بشغلك ولا حصرك ضمن إطار واحد؟ بصي, هو يعني أنا اشتغلت على حاجات كتير, مش بس هي الشغل الأخير عشان هو الشغل كمان اللي خد اللي وصل للناس أكتر برات مصر برات مصر وكده, فده ادى انطباع أن أنا اشتغلت ثلاث مسرحيات على العائلة. أنا بعتبرهم كنوم تريلوجي أو ثلاثية, مع إن واحدة مكتوبة في سنة 2000 والباقيين اتكتبوا في 2014 و2018, إنما أنا شايف إن في خط واصل بينهم. إنما غير كده أنا اشتغلت على كميات كتيرة جدا, بس دايما فيها السلطة, يعني دايما فيها علاقات السلطة, بس مش شرط العائلة, يعني مش دايما علاقة السلطة هي بتمثل لي هاجس كبير جدا, وده شيء منطقي. إحنا يعني أنا زي شباب وشابات كتير جدا من في العالم العربي, يعني خلقنا وعشنا حياتنا اغلبها تحت سلطه مركزيه يعني قويه جدا, وفي اوقات كتيره ظالمه وساحقه للبشر اللي حواليها. فاعتقد انه شيء منطقي انه موضوع السلطه وعلاقه السلطه يبقى جزء مأساسي من شغلنا. حاجة تانية هي الطبقية أو العلاقة الطبقات ببعضها, بالذات في مصر مجتمع طبقي جدا, طبقي له علاقة بالمال أكتر منه مثلا يعني الرويتي أو الملكية أو مجتمع طبقي اقتصادي. فده كان برضو من الحاجات اللي أنا اشتغلت عليها كتير وفي أشكال مختلفة من بس العيلة. يعني أعتقد هم أربع أعمال بس اللي أنا اشتغلت عليهم بتيمة العيلة, الباقي كله كان فيه اهتمامات مختلفة جداً, بس ما يعني ما خدش وضعه في العرض, لأنه كفنان عربي بيشتغل باللغة العربية ما فيش كتير يعني الفنان العربي بيشتغل باللغة العربية دايماً بيبقى عنده إشكالية في تسويق أعماله الفنانات المسرحية على العالم, وبالذات في الفترة اللي هي يعني من الثمانينات لحد لما كان الوطن العربي تقريبا بعزلة. مظبوط بالضبط, وكمان ما كانش في حد مهتم بالإنتاج المسرحي العربي خالص, أو بيعتبروه مش إنتاج يعني ذو أهمية. الوضع اختلف تماما دلوقتي. مفهوم. بناء على الحكي اللي انت عم تحكيه احمد, هلا هيك خطر لي اسالك سؤال انا ما كنت يعني مفكره فيه من قبل. شغلك على العيله حتى لو كان من منطلق البحث بالسلطه الموجوده ضمن العائله وابعادها واسقاطاتها الاكبر, غير لك شيء من نظرتك للعيله نفسها, عيلتك انت, ولا شو عم يعني كيف شغلك؟ يعني دائما الواحد بيفكر عن الأثر النفسي والفني على الشغل اللي بيطلع من الحياة, من تجاربنا نحن بالحياة, بس ولا مرة يعني أو قليل لما نفكر كيف بالعكس كيف تأثير الفن اللي بنعمله بينعكس على حياتنا وعلى علاقتنا مع الناس اللي حوالينا, وخاصة اللي قريبين منا بالعائلة. كيف شو في شيء صار غير أو أي أثر أنت برأيك كان مهم بعلاقتك مع حالك ضمن عيلتك؟
بس هو طبعا سؤال مهم، سؤال صعب، لانه العلاقات مختلفه ومتشعبه يعني. وبعدين هي يعني اعتقد الصعوبه في موضوع في النقطه دي انه انه حتى لو انت بنفترض ان انت كشخص كفنان او كفرد عندك افكار مختلفه وعايز تبني علاقات مبنيه على طريقه مختلفه، فانت في اطار مجتمعي متعود على اشكال نمطيه معينه، فده بيصعب انه يعني إن انت تطبق حاجات معينه في علاقاتك مع الاشخاص او الافراد نتيجه لان هم اوريدي متطبعين، هم دايما يعني جوه اطار معين. بس ده مش معناه انه يعني ان انا برضو نجحت في ان انا اتخلص من الاطر اللي انا موجود فيها، ما انا جزء من المجتمع برضو. اعتقد ان انا يعني لو في فعلا حاجه ملموسه او انا اقدر اتكلم عليها، انا اقدر اتكلم على علاقاتي باولادي الاثنين. انا يعني بذلت مجهود ان انا ما عدش انتاج نفس العلاقه اللي هي الإشكالية اللي كانت بيني وبين والدي دي انا اعتقد ان انا نجحت فيها. ان انا اعمل علاقه مختلفه فيها جزء من اللي انا كنت اتمنى يبقى في العلاقه دي اللي بيني وبين والدي، خلقته او قدرت اطبقه على علاقتي بين اولادي الاثنين. واعتقد ان ده منطقي لحد كبير، لانه سهل ان انت يعني العلاقات الاخويه او مع الام او مع الاب بيبقى صعب جدا انها تتعدل، لانه مره ثانيه الاطار موجود اوريدي محطوط، موضوع من المجتمع وموضوع من بقيه افراد الاسره. انما الاطفال بيبقى سهل ان انت اسهل لو في رغبه ان انت تغير الاطار ده، لان هو اوريدي ما عندوش اطار، هو انت اللي بتشكله الاطار بتاعه. فساعتها تقدر تبني علاقه مختلفه الى حد ما، واعتقد ده اللي انا عملته، ده اللي انا نجحت فيه، وهو ده التغيير. انما بقيه العلاقات يعني فيها الاطراف كلها، سواء انا او الطرف الثاني، مهما كان في رغبه من ناحيه طرف من الاطراف انه يحصل تغيير، فهم الاثنين موجودين في اطار بيضغى عليهم، كمان بيضغى على العلاقه، بيحدد اشكال كثيره منها من غير ما هم بقى عندهم اختيار. بيكون الشغل اصعب وبده نفس اطول وبده وقت اطول بكثير. وكمان مش شرط انه يحصل تغيير، لانه التغيير بياخد وقت طويل. ودي برضو من الحاجات الاشكاليات المهمه، انه مش معنى انه الواحد عنده وعي لاطر معينه معناها انه هو قادر كفرد او كشخص حتى في حياته نفسها انه يطبق الاطر دي، يعني انه يطبق حاجه مختلفه عنه. مفهوم. طب انا رح انتقل لشغله شوي مختلفه عن الحكي اللي عم نقوله، بس لساتها بصميم شغلك بالنسبه لي مثل ما بشوفه. انا يعني حالفني الحظ ومثلت معك بثلاث عروض من العروض يلي انت عملتها. شكرا. وبعرف كتير منيح قديش بتعطي اهتمام لعمل الممثل خلال بروسيس الشغل تبعك. حابة عن جد تحكي لنا أكتر وهيك بقد ما بدك يعني عن آلية العمل يلي بتتبع مع الممثل، وكيف بنيت خبرتك لحتى وصلت لهذا الشيء، لأنه بظن أنه يعني إذا في حدا عم يسمعنا من المخرجين المسرحيين الجداد بعتقد، أو حتى الممثلين المسرحيين، بعتقد أنه هيك تجربتك بالعمل مع الممثل مهم أنه تنقل لأكبر قدر من الناس. بس اولا طبعا انا بتكلم جدا ان انا كنت سعيد، مش سعيد، كنت محظوظ ان انا اشتغلت معاك ثلاث مرات، واتمنى ان احنا نعمل شغل تاني ان شاء الله. اكيد بعد العزله راح تخلص العزله، لانه دايما الواحد يعني انا ككاتب ومخرج بستمتع ان انا اشتغل مع ممثلين موهوبين، ومش بس يعني الموضوع مش موهبه، هي يعني اللي هو ايه بالفرنسي بيقولوا ابيتي يعني مسكونين زي كده يا نندا صراحه. المهم انا كان عندي هاجس وانا في الجامعه دايما انه ايه، يعني هو برضو الاطار بيحدد حاجات كتير. مصر دوله منتجه فنيه، يعني دوله ذات عندها اللي بيسموها صناعات فنيه او صناعات ثقافيه، سينما وتلفزيون ومسرح طبعا. انما انا في فتره يعني نضوجي المسرح كان ابتدى ينحسر تماما
فترة السبعينات وبعدين التمانينات بقى بصورة أكبر بكتير. ولما كانوا التلفزيون السينما كانت دايما موجودة والمسرح موجود، التلفزيون دخل بصورة توغل بصورة كبيرة جدا، والمسرح ومستوى الفني والثقافي ونتيجة بقى العوامل السياسية والاقتصادية وحاجات مش يعني كتيرة نشرحها تدهور تام. والدليل على كده انه في التمانينات اختفى المسرح التجاري تقريبا بعد ما كان فيه مسرحيات بتقعد بالعشر سنين. بغض النظر احنا بنعمل المسرح كده لا، بس هو عنصر من عناصر الساحه الفنيه المسرحيه، فاختفى تماما على اوائل التسعينات. كان يعني ما اللي بيعمل مسرحيه ده يعني ده تجربه مناضل يعني، وبتقعد ثلاث شهور وكده وفي الصيف وحاجات كده. المسرح الدولة يعني انحصر اثره ومكانته، مع ان المسارح مفتوحة وتقدم عروض ما كانش الجمهور بيروح. انا فاكر كان محمود الحديني رئيس البيت الفني للمسرح في وقت من الاوقات في التسعينات في اوائل التسعينات، وكان عمل قرار انه يخلي الدارك نايت او اللي هي ليله اغلاق المسرح الشهيره في كل انحاء العالم، المفروض بقى في ليله في الاسبوع المسرح بيقفل فيه دايما بتبقى يوم الاثنين عامه يعني، انها خليها ثلاث ايام في الاسبوع عشان ما كانش فيه جمهور، فهو يعني ايه نلم الموضوع والناس تيجي كلها في نفس الوقت وكده. فانا يعني انا يعني اهتمامي بالمسرح ودراسه المسرح كانت في وسط الزمن ده، وكنت شايف انه المسرح اللي بيتقدم اللي انا بشوفه ما يعني انا غير ان هو فقير فنيا وثقافيا، وكمان ما فيهوش اي نوع من انواع الاقناع بالنسبه لي. يعني انا بروح اتفرج على ممثل بيقول كلام انا مش مقتنع خالص بيه، ولا باللي بيقوله ولا يعني ما فيش اي. وانا شايف انه ده جزء مهم من حرفيه المسرح. طبعا احنا في يعني في مخرجين بيفضلوا حاجات بقى واقعيه وحاجات مختلفه تماما، انما انا كرجل مسرح انا بحب ان اخلق العالم ده، حتى لو في اوقات بكسره، حتى لو في اوقات بقرر يعني بقرار في وسط العرض ان انا اكسر اللي هي ايه الالوجن او الوهم المسرحي، انما انا عايز اخلقها عشان اقدر اكسرها. فاهم حاجه بالنسبه لي اهم عنصر غير الديكور والاضاءه، اهم عنصر هو الممثل، لان هو المؤدي هو اللي يعني ايه بيسكن الشخصيه او بيسكن الشخصيه حسب الناس بتبص لها ازاي، فبيؤدي وهو بأداءه هو اللي بيخلق جو الإلوجن ده أو جو الخيال أو جو إن أنا في لحظة بنسى إن ده مسرح أو إن ده حاجة بتمثل قدامي واعتبرها كواقع. فمن هنا كان هاجس إن أنا أشتغل على الممثل. أنا درست مسرح في جامعة أمريكية في القاهرة، دراسة يعني بالنسبة لمصر كانت بالنسبة للمعهد العالي في المسرحية كانت طبعا متطورة جدا، يعني اللي احنا كنا بندرسه كان متطور جدا على المعهد العالي، بس في نفس الوقت ما كانتش اللي هي الدراسة برضو الأفونجارد أو الطليعية الرهيبة. بس كان عندي حظ ان انا اشتغلت كمساعد مخرج مع مخرجين اجانب كتير جم مصر يعملوا مشاريع سواء ورش عمل او مشاريع فنيه، وكنت انا بشتغل كمساعد مخرج ومترجم لجادتي اللغه الانجليزيه والفرنسيه والعربيه، فقدرت ان انا فده اداني خبرات مختلفه، من اهمها خبره شغلي مع مخرج فرنسي اسمه جون ميشيل بغياه. وجون ميشيل كان بيشتغل بطريقه مختلفه جدا عن كل الناس انا شفتهم والتدريبات اللي انا عملتها، كان بيشتغل على تدريبات ارتجاليه، بس هو ما كانش بيطلع من التدريبات الارتجاليه دي نص، على عكس الناس اللي بتشتغل ارتجال مع مجموعه او مع مجموعه ممثلين، دايما بيبقى الهدف ان نطلع نص جماعي او نستلهم النص، لا هو كان بيطلع من التدريبات شخصيه، يعني بيشتغل ارتجال عشان اولا يطور ادوات الممثل ويطلع من التدريبات دي لكل ممثل كاركتر شخصيه مبنيه من العدم، وبعد ما الشخصيه تطلع بيبتدي بقى يدي الشخصيه دي النص اللي هو كاتبه اللي هو اشتغل عليه. ودي طريقه انا طبعا يعني اشتغلت معاها مده كويسه وخدتها بعد كده واستعملتها في فترات بقى بدايات شغلي مع الممثلين، بدايات شغل المسرحي حتى بعد التخرج بالذات، بدات اطبق الطريقه دي واعمل واشتغلها. وطبعا حصل اخفاقات كتير ونجح ما نجحتش كذا مره، وبعدين ابتديت اقدر اتحكم في الطريقه دي وفي طريقه العمل.
والهدف كله كان ان انا ازاي اقدر اخلق شخصية عندها مصداقية اكتر على المنطقة عشان تساعدني ان انا اخلق جو الالوجن ده او جو الخيال او الوهم ده للحظات معينة عشان كمان اجي في لحظة اروح كسره وارجع المتفرج تاني اقول له لا ده انت اتفرج على مقطع بعدين اروح مرجعه تاني. فده ده يعني ده الهدف الاساسي انه المصداقيه دي ان انا بقى بتفرج واتحد كده مع الشغل واحس ان ايه ده انا يعني ما انسى ان انا بتفرج على مسرح وادخل جوه الموضوع اللي هو هذا اهم شيء يعني انه ينقلك للعالم التاني المطلوب بالظبط. والا ولو الا والا ما بقاش بيبقى الموضوع بقى سخيف بالذات في المسرح الموضوع انا ده رايي يعني المسرح اللي بيبقى سخيف وقاتل يعني المسرح لما بيبقى بيفقد مصداقيته غير اي فن من فنون مظبوط يعني السينما انا ممكن واحد يتفرج على فيلم درجه 7 ويكمله خلاص اي خط في اي حاجه وعلاقته بالشاشه مختلفه انما العلاقه اللي هي المباشره مع الممثلين اللي على المسرح بتخلق حاله من ال يعني من اليوفوريا او من الساتسفاكشن او الرضا التام لما يكون العرض جميل وحاله من السخط الشديد والكره صح للمسرح وللنفس وللدنيا والعرض جميل فدي طبعا فده علاقتي بالتأوه وبالنسبه لي بقى البروسس اللي هو تطور على مدار السنين بغلطات بان انا اشتغلت مع ممثلين وفشلنا واشتغلت تاني وهكذا هي انه انا الاول بشتغل على ادوات الممثل لانه هو في الاخر الممثل عشان يبقى عنده مصداقية يعني موضوع الموهبه وبتاع طبعا في ممثل عنده حضور ده اكيد محدش يقدر ينكر ده وفي ممثلين عندهم حضور والحضور ده الحاجه يمكن الوحيده اللي ما لا تعلم يعني الممثل يطلع على المسرح كده تحس انه موجود دي حاجه ما بتتعلمش في موهبة ده أكيد بس في الحقيقة هو في عناصر تانية تولز أو أدوات مختلفة لازم الممثل ده يتملكها عشان يقدر إن هو يؤدي الأداء اللي عنده مصداقية. فالأدوات دي أول حاجة بشتغل فيها مصر هي على الأدوات دي الطاقة الطريقة تحكمه في أدواء في جسده وصوته وإزاي يقدر إن هو يفصل العناصر عن بعض الكرياتيفيتي بتاعته أو الخلق الإبداع بتاعه من ناحية من فكرة إنه إزاي إن أنت أنت بتعمل كذا كارك يعني بتعمل في العرض ده شخصية معينة في العرض ده شخصية تانية خالص إزاي إن أنت فعلا تخلق شخصية تبقى ليها مختلفة عن الباقيين وليها روح بتاعتها فلازم تخرج على الاشكال النمطيه بتاعت كل يوم وهكذا كل اللي انا بحب اشتغل الاول مع المصريين عليه قبل اي ما ياخدوا اي نص ولا يعرفوا اي حاجه عن الشخصيه ولا حاجه يعني في اوقات كتيره ما بيعرفوش حتى هم هيلعبوا دور ايه ما بنعرف اسمنا تقريبا منصير بالظبط وبعدين بعد ما احس ان الجزء الثاني بعد ما نشتغل على الموضوع ده واحس ان الادوات ابتدت تنفذ تتحكم في ادواتها اكتر ببتدي اشتغل على تدريبات برضه ارتجاليه بس ليها علاقه بالشخصيه ببناء الشخصيه انا ببقى في دماغي انا عارف مين هيلعب دوري فببتدي بقى اخد ايد الممثل واتحرك معاه في ان احنا نبني الشخصيه دي مع بعض ونقطه مع بعض دي مهمه على اساس انه في الاخر افرض عليه انا مش بقول له اهو بص الاب بقى هيعمل 1-2-3 لا انا عايزه هو يكتشف معايا لانه اولا لما هو هيكتشف هيبقى الحاجه ما هو مربوط بيها اكتر ثانيا انه النتيجه دي اللي هتطلع ان انا كمان لما هو بيكتشف انا بكتشف معاه يعني انا ببقى عندي مثلا الاب كذا سنه مش عارف ايه بس في الحقيقه انه هو بيشتغل الممثل او الممثله انا كمان بطور شخصيه وهو شغال يعني في حاجات الممثل بيلاقيها ما بتبقاش عندي في الاول وبدخلها جوه واحنا هنا برضو ما بنتكلمش على كلام احنا ما بنتكلمش على نص احنا بنتكلم على طريقه وجود طريقه حركه طريقه تعبير للشخصيه دي اما بنبتدي بقى ندخل في الشخصيه ونبتدي الشخصيه تظهر ملامحها ساعتها ببتدي ادي النص لانه النص في اوقات كتير بيحجم الممثل بيخليه يعني ايه يعني يخليه يبتدي الكلام يملي عليه الشخصيه وانا ببقى عايز اعمل العكس ببقى عايز اخلي الشخصيه هي اللي تطلع الكلام مش الكلام اللي يحطها في اطار
بس هذا بحاله كدا. هذا بحاله لما انت بتكون كاتب النص. بس اذا فرضا بدك تشتغل على نص مكتوب بتعمل تتعب نفس تتبع نفس البروسيس هذا ولا شو بتعمل؟ الحقيقه ان انا بقالي كتير جدا جدا ما اشتغلتش على نص مكتوب. يعني بقالي من ساعه ما اتخرجت من الجامعه, يعني اخر نص مكتوب كامل اشتغلت عليه كان على عرض التوفيق حكيم, نص التوفيق حكيم اسمه عارف كتاب محمود, وكان بعد تخرجي على طول. وده كان اخر نص مكتوب. يعني حتى اشتغلت على اوتيل على اوتيل وعلى اوديب, والاثنين انا يعني خدت يعني مثلا اوديب اشتغلت على حاجه اسمها اوديب رئيسا بدل اوديب ملكا, وعملت كولاج من مثلا حاجه 15 مسرحيه لسوفوكليس واكتس واكوكتو وعلي سالم, وعملت حاجه ملهاش اي علاقه اصلا, ليها علاقه بالخطوط العريضه لاوديب بس ملهاش علاقه باي مسرحيه ما. واوتيل عملت نفس الحكايه, عملت اوتيل في 50 دقيقه مسرحيه اسمها روزا فريد اوف ويليام شكسبير, اوسيلو روزا فريد اوف ويليام شكسبير, اوتيل المانيا خاف ويليام شكسبير, وعباره خدت ايه 50 دقيقه خدت مثلا هيك, وكان النص كله 10 صفحات متاخد من كتب بقى اعمال شكسبير, يعني شخصيات اختلفت والحاجات اختلفت وكده. فبرضه حتى لما اشتغلت على نص من سنه 98 لحد دلوقتي كنت بشتغل على نصوص انا مركبها, هم دول التجربتين, الباقي كله كانت انا كاتبها. او عندك رغبه انك تجرب ترجع هلا تشتغل على نص مكتوب؟ حاليا حاليا عندي الرغبه دي, عندي الرغبه دي ان انا ارجع اشتغل على نصوص مكتوبه. يعني من باب في كذا حاجه, اولا ان انا بقيل جدا في الكتابه, فانا في فكره في دماغي بس ممكن تاخد سنتين عقبال ما تتكتب, مش عايز افضل قاعد سنتين ما اعملش مسرح. يعني انا دايما بعمل مسرح عشان عايز اعمل مسرح. وكمان في رغبه مهمه, انا شايف انه في عوده للمسرح كده في مصر, يعني في يعني مسرح رجع كعمل كمجال فني, ابتدى يبقى فيه بقى اشرف عبد بيعمل استوديو مصر ومش عارف مين بيعمل ايه, وناس بقى بتنتج مسرح, وبقى في اهتمام تاني بالمسرح كتير بقى. والمشكله بقى اللي انا شايفها كرجل مسرح يعني انه الطريقه اللي احنا بقى بيتعاملوا بيها مع المسرح هي تقريبا شبه الطريقه بتاعت بقى على التلفزيون, ودي مشكله كبيره لان هو طبعا دول حاجتين مختلفين تماما, وما ينفعش يعني اليات العمل المسرحي مختلفه تماما. حتى لو الناس اللي بتشتغل على مثلا يعني لو اتكلم مثلا على ايه الرويال شكسبير كومباني مثلا, يعني لو حاجه اكتر كلاسيكيه في العالم, كانت بتعمل نصوص لشكسبير في اغلب الاوقات, مش كل الوقت في اغلب الاوقات بيعملوها بصيغه كلاسيكيه, انما ده بياخد شهور من العمل والبروفات وهكذا. مش الموضوع مش يلا نعمل مسرحيه في اسبوع او بيجي تعالوا ايه ده مين ده بيكتب تمثيليات طب خليه يكتب مسرحيه, لا الموضوع مختلف تماما. فانا حابب ان انا ارجع اقدم مسرح كلاسيكي شويه, مسرح عربي مصري بصوره يعني اللي هو يعني كانه انا عايز احط بس اساس انه يا جماعه المسرح هو كده كانت ده الاساس بتاعه, عشان بس يبقى الناس الجمهور الجديد اللي ما بيعرفش ما اتفرجش على مسرح ما بقاش بيفتكر انه الناس اللي بتطلع ترتجل على المسرح وتهرج هو ده المسرح, يعني او اللي بيطلع ينط ويركب سجاده وتطير والوان وبتاع ان هو ده بس المسرح, وان هو ده المسرح الانترتيننج. لا هو ممكن المسرح يبقى كوميدي ويبقى لطيف كل حاجه ونصه مكتوب حلو جدا والممثلين عاملين شغل جميل جدا كتمثيل وكل حاجه والناس تيجي تنبسط ويبقى ليه برضو محتوى ثقافي متميز. ايوه هذا يعني وهذا ما انه صعب كثير, يعني انت سويته بمسرحيات ماما الاخيره تبعك, كان في تقريبا 10 عروض كلها كومبلي ومشاريع, يعني العرض كان مخطط له انه ينعرض كمان وكمان بس الظروف كلها منعت الموضوع. يعني قدرت انك برايي توصل لهذا الشيء بهذا الوقت, وهو يعني من جهه سهل بس من جهه صعب كتير كمان. وانا نفسي بقى اعمل ده كمان يعني عرض ماما طبعا عايز اكمل عرضه, بس نفسي اعمل ده بعروض
من نصوص مكتوبة. لأنه في المسرح المصري والعربي في رأيي هذا مشروع كتير مهم إذا بتقدر تعمله لأنه في نسيان شبه تام للأرشيف المسرحيات العربية والمصرية خالص. إحنا يعني الناس اللي كان مسرح دلوقتي كأنه ما فيش, وبعدين اللي بيجي يمسك مصر بقى عايز يعني أنا ما أقدرش أتكلم عن أنا يعني لعبت نصوص شكسبير وشوفكريس يعني اللي هو أكتر النصوص اللي ممكن تعتبر يعني سيكريد أو مقدسة. إنما في الحقيقة أنا لما كنت في الجامعة يعني الدكتور اللي علمني دكتور محمود اللوزي كان علمنا حاجة, قال لنا يا جماعة عشان تجربوا عشان تعملوا تجريب وكل الكلام ده انتوا لازم الاول تعرفوا تعملوا مسرح وبعدين يبقوا جربوا يعني عشان تكسر القواعد تعرفها, وبعد ما تعرفها وتبقى متملكها ساعتها تقدر تكسرها. وده حاجة مهمة. دلوقتي المشكلة انه ناس بتيجي تاخد نص يعني هو بيكسره بس هو اصلا غير قادر انه يعمل النص ده كنص ويطلعه حلو وكويس وبعدين فما قصدي. فانا برضو عايز يعني دي نقطة مهمة ان الجمهور وحتى الناس اللي بتشتغل مسرح انه يشوف شغل نص مكتوب ومعمول ومتقدم واذا الناس عجبهم من غير ما نحط بقى في رقصة واغنية. انا مش ضد الرقص والاغاني لك لو مفيش مكان ليه في النص مالوش لازمة صح, بدون ما نخاف انه الناس ما تستمتع وما تحب بالضبط. لا لازم احط اغنية عشان اصلا ما ينفعش, لا مش هيسمع كده. هو لو انت عرفت تخرج النص صح الناس ممكن تقعد ما بقاش في اي مزيكا في العرض ويطلع عرض حلو جدا الناس بتحبه جدا ومش هيبقى كئيب ومش كده يعني. مزبوط. طب أحمد برأيك هاي المرحلة اللي عم نعيشها نحن هلأ اللي هي صعبة على كل العالم وما بعتقد يعني في حدا ما عم بيواجه صعوبات بكيف بده يقضي له هاي المرحلة اللي نحن فيها, كيف رح يكون تأثيرها على الشغل بالمسرح؟ تعال نحكي هون بالقاهرة بلا ما نوسع الإطار. بس أنا بصراحة مش عارف, بس أنا أعرف حاجة واحدة إنه في الآخر يعني الناس اللي بتقول لك احنا لازم دلوقتي نفكر في الديجيتال ايه ماشي تمام, اكيد في تجارب هتبقى وتوفيق جامد ومهمه جدا للمسرح بقى التفاعلي اللي عن بعد اللي على الانترنت, بس بالاخر هو المسرح مبني او الفنون الادائيه مبنيه على الاداء الحي للجمهور مهما حصل. وطلع الراديو والمسرح فضل, طلعت السينما والمسرح فضل, طلع التلفزيون والمسرح فضل, وحتى البلاد اللي زي مصر اللي هي نسيت المسرح من الثمانينات لحد 2000 وشوية يعني أكتر من 30 سنة رجعت المسرح ورجعت له الجمهور عايزه وهكذا, والجمهور ساهم بده انه في سينما وفي مسرح مع ذلك برضو عايز يروح مسرح. فالموضوع يعني اللي هو الامور اكيد هيبقى في تغيير, بس المسرح هيفضل ليه مكانه وليه وضعه مختلف عن الباقيين وبس يعني. طب انت كيف عم تقضي وقتك بمناسبة الحديث عن هذا المرحلة اللي عم نعيشها هلا؟ انا بقضي وقتي بشتغل طبعا عن بعد مع الفريق العمل اللي معايا, وحاليا انا يعني لقيت لازم برضو الاقي حاجه تشغل وقتي, ف عندي يعني عندي مكتبه للدي في دي الافلام ضخمه ممكن توصل لألف فيلم, وقررت ان انا اعمل لها كتالوج مفصل لكل الافلام باسم الفيلم وسنه انتاجه ولغته والسبتايتل اللي فيه والجوائز اللي حاز عليها مع كده. فانا دلوقتي تقريبا عملت 450 فاضل 550. طيب وبس يخلصوا الفيديوهات وتخلص الكتالوج شو بدك تعمل؟ ده اللي انا بقى خايف منه بصراحه عشان الموضوع ده اخذ مني وقت كبير جدا, ويعني انا بقى ايه خايف من الموضوع انه انت طب لو خلص هيحصل ايه مش عارف. شوف لسات اللي بتارك الاحتمالات هيك هي تعطيك بالضبط يمكن بقى ساعتها نكون خلصنا من الموضوع وتشوف. طيب ويعني مشروعك الهيك الأول اللي بدك تعمله بس ينفك عنا الحظر؟ والله
والله هو المشروع الاول اللي انا بدي اعمله هو فكره طبعا دي كافي يعني كمشروع ثقافي. احنا بنحاول احنا لغينا الدوره التاسعه اللي كانت تبدا في شهر مارس وابريل وحولناها لشهر اكتوبر ونوفمبر، فطبعا دي اهم حاجه. انما كمشروع فني انا حاليا انا عايز اشتغل على كذا نص لعلي سالم كاتب المسرحي المصري اللي هو كتب الناس كلها عارفه مدرسه المشاغبين على اساس نادي الحاجه اللي كتبها، بس هو علي سالم من اهم كتاب المسرح العرب الكوميديين، كتب كوميديا رائعه فيها ابعاد سياسيه واجتماعيه وثقافيه مهمه جدا بس محدش عارفها. ففي مجموعه من الفصول الواحد عروض الفصل الواحد رائعه، وانا عايز اشتغل على نص او نصين منهم. وفي نص انجليزي احنا عاملين في مشروع للترجمه، عاملين مشروع للترجمه للمسرح الاوروبي من يعني تقريبا هنترجم 18 نص معاصر للغه العربيه اللي بيبقى متاح في العالم كله، في العالم العربي كله. ففي نص انجليزي مهم انا عايز برضو اخرجه بالعربي بترجمه العربيه، وببدا في الحاله دي يعني ده اللي هو اللي انا فيه. وغير بقى العروض اللي يعني المفروض تتعرض بره مصر، العروض القديمه اللي كانت مجدوله اساسا وتأجلت والحاجات اتأجلت السنه الجايه، حاجات لسه ما اتأجلتش. طب والعروض عفوا المسرحيات يلي عم بترجموها، المشروع الترجمه رح ينزل بويب سايت معين ولا وين رح ينزل؟ هو هيتعمل، هو احنا بنترجم 6-6 يعني على اخر السنه هنكون ترجمنا اول مجموعه اول 6 وبيتبع 1000 نسخة لكل نص في صورة زي مجموعة يعني. بس الأهم إن هم هيبقى في ويب سايت متاح ببلاش في العالم العربي، يعني أي حد يقدر يدخل يقرأ النص ببلاش على النت. ودي من الحاجات المهمة اللي عملناها مع الناشرين الأجانب، إن احنا أقنعناهم يدولنا حقوق البث الالكتروني يعني بقيمه رمزيه على اساس ان العالم العربي ولا عنده القدره يشتري مسرحيات ولا اصلا سهل ان انت تبعت كتب للمغرب او لا. حلو كثير هذا المشروع لانه في جاب فظيع بين يعني بين الفنانين والمسرحيين العرب وبين الشيء اللي عم ينكتب بالعالم برا. وفي نقطه مهمه ان الكتابه هي اساس العمل المسرحي، حتى لو انت قررت تاخد نص شكسبير وتلخصه في 10 صفحات فانت في الاخر انت او تعمله نص حركي او حاجه، لازم في الاساس هو ده. طب أحمد أنا عن جد مبسوطة كتير إنه بلشنا برنامجنا معك مبسوط أكتر بصراحة، وأتمنى إن البرنامج يعني يعمل لقاءات كتير مع فنانين كتير في العالم العربي، بس كمان بعد الحظر بقى عشان إيه لا أكيد لا أو لا، هو أول ما يوقف في الحظر رح نوقف البرنامج هذا أكيد. لا 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 عن جد شكرا كتير، وبتمنى لك وقت ممتع مع الكتالوج تبع الفيديوهات الديفيديات السينما تبعك، واكيد حضر لنا شغلات حلوه لبعض الحظر. شكرا لك. عفوا، باي باي. كنتوا عم تسمعوا برنامج من بعيد لبعيد على راديو معزول، انا ناندا محمد. استنوني بحلقه جديده مع ضيف جديد وحكايات جديده. سلامات بعدد المعزولين والمعزولات. اسمعوا برنامجنا كل يوم تنين 9-9 بالليل بتوقيت باريس، والإعادة تاني يوم 2:30 الظهر. لبعيد.